اهلا باجمل عيله واجمل ناس في الدنيا. اخباركم ايه في البرد القارس ده؟ بردانين زي كده ولا انا اللي واهم نفسي؟ النهارده معانا حلقه جديده تماما تماما ومختلفه. اكتر شيء في شكلك، في جسدك، في وشك، شكلك يعني في الشكل مميز وملفت وجذاب واخاذ. وليه؟ وكل حد يتوقع بقى كده من خلال معرفته في نفسه. قبل ما نبتدي بالحلقه، لان انا بقرا التعليقات على طول ومدمن على قراءتها، يكتب لنا في التعليقات يتوقع ايه في شكله اللي هيكون اكتر شيء ملفت. وخلونا ارحب بالجديد كمان وادعوه ان هو يشترك في القناه عشان اشعاراتنا توصل له. وتعالوا بينا نبتدي، وشيروا بقى على قد ما تقدروا، بالذات لو عجبتكم الحلقه دي، ويا ريت تدوس لايك عشان توصل لبقيه اصدقائنا. ويلا بينا نبتدي ببرجي اول الابراج. الحمل الناري، رجل او امراه، الراس، الوجه، اكتر حاجه في شكل او في جسد هذا البرج ممكن تجدها مميزة وقاتلة وملفتة وتشدك. لذلك تلاقي بقى قبعات الرأس والايس كاب والاكسسوارات الخاصة كلها بالرأس والوجه، والحاجات اللي بتتربط دي على الجبهة ومن ورا، كل ده ملفت قوي ويليق قوي ومناسب قوي لمواليد برج الحمل الناري. مش هنطول عنه عشان هو برج ما تقولوش بتكلم عنه كتير، وتعالوا بينا نعدي ونروح لبرج الثور ونشوف اكتر حاجة. الرقبة، العنق، والصوت مميزين ازاي. مش عايز، انا ممكن اخد حلقة كاملة عشان اقول ازاي ممكن تكون عنق او عنق برج الثور وصوته ملفت ومميز وجذاب. المهم ان هما اشياء كده او مناطق او اجزاء في البرج ده قاتلة مميزة جذابة تشدك، وما دام هي شدتك أصبحت حاجة مميزة. برج الجوزاء بقى المحبوب، الفرفوش، الدلوع، المجنون، كل الصفات دي ما شاء الله في خلاط واحد مضروبين. هتلاقي برج الجوزاء اليدين، اليد بتاعته والذراعين، الحاجات اللي هي خاصة بالدردشة والتواصل، ايده اللي بيتكلم وبيحركها ودراعه مميزين وملفتين. يصل ان احنا نقول اكتر اشياء او اكتر جزء او اجزاء ملفتة في البرج ده، مميزة في البرج ده، وممكن كمان اقول لو انا بكتب شعر ساحرة في البرج ده. السرطان المائي، الحساس، الاصابع، اصابع برج السرطان واسنان برج السرطان، ده قاتلة قاتلة عن تجربة كمان، قاتلة عندي رجل ولا سيما انثى. برج السرطان المائي فيها سحر كده يؤسر القلوب، يشد القلوب، يعني حاجات من الأجزاء المميزة أوي. أما الزعيم بقى برج الأسد، رجل أو امرأة، شعره، شعر الأسد رجل أو امرأة ملفت جدا، ساحر جدا، جميل جدا، في حاجة مميزة جدا، فيها حاجة حلوة. افتكرت الغنية دي، غنية الشهيرة، في حاجة حلوة. الحاجة دي في برج الأسد حاجة بتشد وخلاص بقى، هي حاجة مميزة. ودايما حتى مش الناس العامة اللي هي حتى مش لها علاقة بدراسة علم الفلك، تلاقي دي معلومة منتشرة قوي، إن معروف إن شعر الأسد، برج الأسد، من أكتر الحاجات الملفتة والمميزة. برج العذراء، قنبلة الذكاء، منطقة الصدر، رجل أو امرأة، منطقة جذابة ومميزة عند مواليد البرج ده، ومن أكتر الأبراج اللي عندها يعني بتهتم بلياقتها البدنية. يعني برج العذراء من طبعا لكل قاعدة استثناءات، ولكن شريحة كبيرة قوي منهم ولا سيما النساء بتحب قوي تحافظ على منظر جسمها. ليه؟ والرجل برضو، لأن هم يعني عايزين كل حاجة كاملة، فلذلك مع اول حاجه يلاقوها باظت في جسمهم كده يبداوا ان هم ايه الطريقه وايه العلاج وازاي نعملها. فتلاقيهم محبين ان هم يكون المظهر، هم ممكن داخليا مثلا ما فيش حد بيعرف يخلي نفسه مثالي من الداخل، بس هم شايفين ان يقدروا يعوضوا ده في الشكل الخارجي. العذراء تحت، انتوا بتتوقعوا معايا وبتكتبوا ولا لا؟ انا بقرا تعليقاتكم كلها، اكتبوا وشاركوني وتوقعوا، وخلونا كده نحس ان احنا عيلة واحدة. ودوسوا لايك برضو، واي حد تاني غير محمد ابو زيد اياكم ان انتوا تتابعوه وشيروا على قد ما تقدروا، مش احنا عيلة واحدة. الميزان، العسل، الشفايف، ولا سيما الابتسامة، هو يبتسم وانت مفصلك تسيب،
هي تبتسم كأنثى ميزان وانت مفاصلك تسيب. هو الميزان كده شفايف، مش احنا بنتكلم بقى عن الشكل، شفايف وابتسامة برج الميزان، رجل ولا سيما العسل أنثى. العقرب الحواجب والنظافة الشخصية، صعب ان انت تلاقي برج عقرب رجل او امرأة مهمل في نظافته الشخصية، فاهمين قوي ولزاز قوي وارصتهم والابر قوي ابراج العقرب، ولكن صراحة اهتمامهم بنظافتهم الشخصية وريحتهم حاجة تستحق جدا الاعجاب، وحواجبهم معبرة لما يحبوا ولما يكشعروا ولما يكرهوا ولما هينتقموا ولما هينقضوا عليك ولما هيلدعوا، الحواجب بتاعتهم بيعرفوا يطوعوها قوي في الانفعالات بتاعتهم بشكل عام. يعني القوس بقى محبوب الشعب ومحبوب الملايين، المنطقة السفلية من الجسد كلها، رجل ولا سيما امرأة طبعا، كله بقى يعني ساق يعني مؤخرة بكله، هو منطقة جذابة وما ينفعش اتكلم اكتر من كده عشان الرقابة، فانتم فاهمين. من اكتر الحاجات او اكتر جزء يعتبر في مواليد القوس جذاب وملفت جدا جدا هو الجزء الاسفل من الجسم، يعني او المنطقة السفلى من الجسم كلها بلا استثناءات. يعني برج الجدي بقى الأذن والأنف، ولا سيما حتة الأنف دي، يعني يتلاقي الأذن والأنف الاتنين، يتلاقي الأذن يتلاقي الأنف الودان، يعني يتلاقي الودان يتلاقي الأنف، يتلاقي هما الاتنين المناخير في برج الجدي من أكتر الحاجات اللي تشد، ومادام الحاجة شدتك يبقى خلاص أصبحت ملفتة، ومادام أصبحت ملفتة يبقى هتكون، وده المقصود في حلقة النهاردة، مميزة، ومادام مميزة يبقى جذابة، وهو ده اللي احنا ممكن نلاحظه في الأبراج كلها والجدي تحديدا من خلال ودانه ومناخيره. برج الدلو البرج الرايق، الخدود، خدود برج الدلو أيا كان، معرفش هي فيها جاذبية، هي حاجة بتشد، هي ملفتة، هي فيها حاجة برضو حلوة. في برج الجدي، في برج الدلو عفوا، انت بتلاحظ ده رجل او امرأة، الخدود بتاعتهم مميزة، والأورا بتاعتهم يمكن ما فيهاش كرمشة، ما فيهاش تجاعيد، ما فيهاش ال11 دي اللي يا ساتر يا رب ممكن نشوفها مثلا في بعض الأبراج، كالجدي مثلا، كالعقرب، كبرج الحبيب الحمل، في 11 كده غالبا متعقدة ما بين الحواجب، يعني بتخضك أو تفزعك، دي ما بنلاقيهاش صراحة في مواليد برج الدلو الرايق الهوائي يعني. وكمان حتة يعني تجدهم أغلب مواليد برج الجد بيتمتعوا بقامة مفرودة أو طويلة، ورجل ولا أنثى ولا سيما رجل طبعا، ما هو احنا عارفين الأجسام نوعين، في أجسام مكعبرة وفي أجسام مفرودة، في ناس تلاقي جسمها مكعبر وفي ناس جسمها مفرود. الدلويين بقى أبراج الدلو أغلبهم تلاقي عندهم حتة الجسم اللي هو المفرود ده، إضافة للي احنا قلنا. الحوت بقى الحساس، القلب الكبير المفتوح لكل الناس، برج الحوت المائي، العيون، العيون وسحر العيون، فاكرين كنا عملنا حلقة من سنة أو أكتر عن أكتر الأبراج اللي عيونها جذابة، وكنا رتبناهم. عامة هسيب لكم الحلقة دي في وصف الفيديو وفي التعليقات لو عايزين إن أنتم تشوفوها، واتكلمنا كتير عن الأبراج، أكتر 6 أبراج أو 5 أبراج عامة، يعني عشان أنا حسيت إن أنا دوشتكم في الحتة دي. عيون برج الحوت رجل ولا سيما الأنثى، لما تحط الكحل تتكحل بقى أنثى برج الحوت، والأسد برضو فيها الحتة دي، بس الحوت يعني يمكن هي الأكثر الفاتن في حلقة النهاردة، يعني شوية الشرطة بتاعت العيون دي بتاعت أنثى برج الحوت مع الكحل، يعني حاجة بتدوب القلوب، بتدوب القلوب بمعنى الكلمة.
اكتبوا لي آراءكم في الحلقة دي دايما عشان خاطركم، ما بحبش ان انا اتكلم في مواضيع مكررة، وبحب دايما اجيب كل ما هو جديد، وللأسف علشان كده كتير بيقلدونا، والأدهى ان هم بيدعوا ان ده من ابداعهم، ويعني اعظم وابشع حاجة هي سرقة العلم والمجهود وعدم احترام طبعا المشاهدين. كلامي موجه للي بيسرقوا حاجة وبينسبوها لنفسهم في اي مجال، مش بس في مجال علم الفلك. محتاجين ان احنا نحارب الظاهرة دي ولو بيكومنت على قد ما نقدر. يعني اكتبوا لي اراكم زي ما قلت لكم، انا مدمن قراءة تعليقاتكم. اللي بيسأل ازاي يتواصل معايا، الفيسبوك الانستجرام، وعندنا قناتين تانيين دايما بقول اللي يحب ان هو يشوفني اكتر من مرة في اليوم، اسأل محمد وعيلته نصايح وافادة ونحل فيها مشاكلكم، وهاتريك كورة للكورة. الروابط دي كلها في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، وفي التعليقات انزل لو انت على الفيسبوك. انضم واشترك وتابعني او تابعيني، تشرفني جدا. انا بحب الناس جدا وبحب عيلتي جدا، وبحب ان انا اكون قريب منهم جدا. وما تنسوش تدوسوا لايك وتشاروا على قد ما تقدروا، اذا شايفين ان الحلقة دي تستحق. والى اللقاء.